أخبار اليوم. تحب توجه رسالة للشعب المصري في المرحلة الثانية للانتخابات؟ عايز أقول إن إحنا لازم ننزل الانتخابات حتى لو مكسبين وحتى لو مش عايزين وحتى لو مش متفائلين بشكل أو بآخر، لأن ده واجب وطني لازم نقوم بيه عشان بعد كده هو محدش يلوم نفسه اللي بيحصل. شايفة مصر ازاي السنين والأيام اللي جاية؟ متفائلة، نازلت متفائلة. الفنانة يسرى محضرة نفسها جاية عارفة هتنتخب مين وتحط مين؟ لا مش عايزك تقولي لي، بس انت محددة مين طبعًا الشخص طبعًا وعارفة مين طبعًا الشخص طبعًا كويس وهيقدم لك خدمات ايه؟ اكيد. وجاية سلم الشباب اللي منزلش. مصر الشباب بتاع مصر هو مصر المستقبل، فانتوا لازم تشاركوا في كل صغيرة وكبيرة لمصر لخاطر مصر، لازم يبقى عندكم انتماء. طب حضرتك البلد اللي انتوا عايشين فيها انت طالبه ايه من مجلس الشعب اللي جاي؟ لا حاجات كتير.